خلافتنا رح ترجع. يا حكومة اسمع اسمع خلافتنا رح ترجع. يا الله يا الله منا غيرك يا الله. تونس حيا بالاسلام موعدها دولة الاسلام. تونس حيا بالاسلام موعدها دولة الاسلام. يا الله يا الله منا غيرك يا الله. يا جبار اغلب حكام الطيران. لا اله الا الله. الله يا معبود من تونس خلاف العود. يا الله. نبتدئ على بركة الله المؤتمر السنوي لحزب التحرير في مقر أرق المسؤول الكبير، وستؤرقه عناوين هذه المناسبة: الخلافة محررة البشرية من اضطهاد الديمقراطية. ابتليت الأمة بثلاثة أطوار لا تتناسب مع كونها خير أمة أخرجت للناس. الطور الأول وهو طور الاستعمار العسكري المباشر. الطور الثاني ما يسميه البعض بدولة الاستقلال، وهو طور تميز بالاضطراب الشديد تحت وطأة الحكام الذين نصبهم المستعمر. الطور الثالث وهو طور سلطة ما بعد انطلاق شرارة الثورة، حيث ازدادت فيها الدولة ضعفا، وصارت أجهزة الدولة في تونس مثلا من جديد شرقية اشتراكية. حفظها الله، فليتفضل مشكورا مأجورا. زيتونة البلد التي انطلقت منها شرارة المبارك بإذن الله تعالى شرارة ثورة. والله الحديث عن التضييقات في تونس بالنسبة لحزب التحرير أصبحت من المعلوم من السياسة بالضرورة الآن. يعني احنا عندنا أكثر من سنتين أي عمل نقرره للقيام به إلا وتأتي العرقلة بالتعلل بالناحية الأمنية. المسألة مسألة سلطة تخشى حقيقة من أن يكشف حزب التحرير اللي تبنى قضية الأمة الإسلامية في قضيتين أساسيتين، وهو إخراج الأمة من الاستعمار أي قطع اليد الغربية المهيمنة على عالمنا الإسلامي باعتبار حزب التحرير هو حزب يعني يتولى أو تحمل قضية الأمة الإسلامية في كليتها. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني هو أن الأمة لن تستعيد إرادتها ولن تكون أمة صاحبة رسالة كما يعني أرادها لها الله سبحانه وتعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس، إلا إذا قامت على أساس ذاتيتها شخصيتها، وهو ما تنبثق من عقيدتها من أحكام ومعالجات. هذا الذي نسعى أن يفهمه عنا أبناء الأمة. هذه السنة مش موعد انتخابي، وإنما هذا مناسبة أن نجدد فيها علاقتنا بالأمة ونبين فيها أفكارنا، ثم نعطي نكشف حقيقة فعل هذه السلطة القائمة في العالم الإسلامي كليتا، ليست هي سلطة تونسية، ما نسميه بالكفاح السياسي والصراع الفكري مع الأفكار الدخيلة علينا. وأيضا